أنجبت الكنيسة القبطية باستنارتها الداخلية وريادتها قديسين عظام أثروا العالم ببساطتهم وتقواهم وعلمهم. الراهب برسوم، وهو المتنيح الأنبا يؤنس، أسقف المنوفية، والقمص بولس غبريال الدلجاوي، وهو القديس الأنبا إبراهام، أسقف الفيوم والجيزة، والقمص إقلاديوس الخلدي، وهو المتنيح الأنبا متاؤس، أسقف كرسي بن سويف والبهنسة، والقمص ميخائيل، وهو المتنيح الأنبا ماركوس، أسقف كرسي إسنا والأقصر وأسوان، وأبونا القمص ميخائيل الأبوتيجي، وهو الأنبا ثأوفيلوس، أسقف أبوتيج وطهطة، والقمص بطرس الشامي المتنيح، وهو الأنبا بخوميوس، أول أسقف على دير في تاريخ الكنيسة، وأيضا القمص بطرس، وهو المتنيح الأنبا بطرس أسقف أخميم وصهاج، والقمص عبد المسيح واصف، وهو المتنيح الأنبا لوكاس أسقف منفلوط وأبنوب، وأنجبت أيضا القمص أنطونيوس، وهو المتنيح الأنبا أنطونيوس أسقف سوهاج، والقمص متى جندي، وهو المتنيح الأنبا بطرس أسقف أخميم وسقلتة، والقمص ديميان، وهو المتنيح الأنبا توماس أسقف النوبة وأم درمان وعطبرة، والقمص بولس، وهو المتنيح الأنبا أغابيوس أسقف ديروت وصنبو وقسقام، والقمص أنجيلوس جيد، وهو المتنيح الأنبا ماكسيموس أسقف القليوبية، والقمص أغابيوس فاكيوس، وهو المتنيح الأنبا استفانوس أسقف النوبة وأم درمان وعطبرة، وكذلك القمص باخوم المحرقي، وهو المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي، ورسم أسقفا في الفترة ما بين 1967 و2001. والقس رويس المحرقي أدام الله حياته، وهو نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نجادة وقوس، ورسم أسقفا عام 1991. وأخيرا القمص بشوي المحرقي الذي رسم أسقفا ورئيسا لدير المحرق، المتنيح الأنبا ساويروس. وفي عام 1963 اعترف المجمع المقدس بقداسة أبينا القمص ميخائيل البحيري مع أبيه القمص الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة. فريد إدوار، صباح النور. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة، وإحنا لسه معاكم من داخل دير القديسة العذراء مريم بالمحرق. والحقيقة تفاصيل كتير جدا جوه الدير، وحاجات كتير جدا يمكن مش هتكفينا ساعات لو حبينا أننا نتكلم عنها ونشرحها، سواء الدير، الكنيسة الأثرية، الأباء اللي موجودين هنا، لو حكونا عن التاريخ. لكن خلونا نوقف عند حياة الرهبنة. حياة الرهبنة في الدير المحرق هل هي مختلفة ولا بشكل عام حياة الرهبنة الحياة الصعبة اللي فيها التقشف والزهد والعبادة، وفي نفس الوقت فيها العمل وفيها المحبة وفيها الاحتواء؟ خلونا نشوف كده قد ايه أباء أساقفة وأباء بطاركة بيبقى ليهم ارتباط وثيق جدا بالدير اللي بيكونوا خارجين منه أو ترهبنوا فيه، حتى بعد توليهم مسؤولية الرعاية في إبرشية معينة أو في مكان معين، لكن بيفضل قلوبهم متعلقة بالمكان اللي ترهبنوا فيه، بيفضل أي فرصة تجيلهم لأي خلوة تخليهم يرجعوا للدير ويكونوا سعداء بالأيام اللي بيقضوها في هدوء في داخل الدير اللي ترهبنوا فيه. بيسعدني ويشرفني يكون لقائي مع قدس ابونا استفانوس. اهلا بقدس ابونا، كل سنه قدسك طيب وكل الاباء طيبين وبخير. وسريعا في البدايه ناخد فكره عن حياه الرهبنه في الدير المحرق. الحمد لله على سلامتكم، نورنا في دير المحرق. بدايه الرهبنه في الدير المحرق بترجع لنهايه القرن الرابع على ايد تلاميذ الانبا بخوميوس. جم كان في الكنيسه اللي هي الكنيسه اللي كان فيها العيله المقدسه، كنيسه بيعه قسقام، وكان حوالين الكنيسه بيسكن متوحدين وناس جايين ياخدوا البركه. فلما جم التلاميذ انبا بخوميوس، كان انبا بخوميوس اتنيح وراح السماء، جمعوا الناس اللي قاعدين واسسوا اول رهبنه. كان في نهايه القرن الرابع الميلادي. لما جه البابا ساوفيلس بابا 23 جه زار الدير،
لقى 300 راهب. يعني في المخطوطة بتاعة البابا سوفيليس بيقول كده: لما جيت ودخلت الدير استقبلني 300 راهب. من نهاية القرن الرابع لحد النهاردة وديرنا عامر، يعني بعكس أديرة تانية حصل وقت ما كانش فيه رهبان، ما كانش فيه أديرة اندثرت مثلا زي دير الزجاج دلوقتي مش موجود. ديرنا دير المحرة هو الدير الوحيد، حتى لو كان تأثر في بعض الأوقات بقلة عدد الرهبان، لكن ظل به رهبان من نهاية القرن الرابع لحد النهاردة. وده وعد زي ما عرفنا واحنا في دولتنا في الكنيسة الأثرية، فده وعد الله للدير. المكان يفضل آمن. احنا من حظنا الحلو ان يعني طبيعة الكنيسة او طبيعة الرهبنة هنا في سمة للرهبنة. حصل رهبنة أنبا بخوميس جاية بالفكر البخومي. طب هنا المكان في ناس بتزوره وناس بتجيله. طب الفكر البخومي هينفع مع مكان في ناس بتجيله؟ وبعديها بفترة لما حصل شوية غارات في برية الإسقيط في وادي النطرون، ابتدى يجينا أباء من وادي النطرون، ودي سبب فكرة بنى الحصن في الدير، إن الأباء اللي جت من وادي النطرون جابت لنا الفكرة هناك. احنا ما كناش نعرف، لأن الحصن هنا مبني من نهاية القرن السابع، وأول حصن مبني كان في القرن الرابع في دير أبو مقار. حصل لنا بقى زي نقول كده إيه يعني سمة الرهبنة في الدير. احنا رهبنة بترحب بالناس، رهبنة خادمة، اي حد بيجي يطلب حاجة هنلاقي اب بيقعد دي من زمان حاجة من سنة ورغم هذا عندنا اباء خرجوا للخدمة، خرجوا للكراز، يعني موجود حتى في ايرلندا موجود اذكر رهبان دير المحرق الذين ردونا الايمان. يعني في رهبان خدمت بره مصر من قرون طويلة ورا. وبالعكس من هذا برضو عندنا اباء حبست، اباء وصلت لدرجة سياحة، في ناس اباء عرفنا عنهم انهم وصلوا لدرجه سياحه وكتب عنهم من اباء، وفي اباء تانية وصلت واحنا ما نعرفش عنها حاجه. فعندنا كل الدرجات الرهبانه، عندنا الاباء اللي بتخدم وتستقبل الناس وتريحهم وتصلي لهم، وعندنا الاباء اللي حبسه وبتصلي ربنا بس ومتعبده ربنا، وعندنا الاباء اللي وصلت لاعلى درجه موجوده هي درجه السياحه. حبسه ليه؟ المتوحدين يعني اختاروا طريق التوحد. يعني عندنا اباء موجوده يعني ما بنقابلش حد، يعني عم قلت الدير دي ممكن نشوفهم مره او مرتين يعني جوه الدير. طب لان يعني اتكلمت عن الاباء واللي بيصلوا عن الكنيسه وعن الدير في خارج مصر هنا، طب خلينا نتعرف عليهم. يعني نبدا يعني ربنا يديهم الصحه وطول العمر اللي موجودين معانا دلوقتي واللي خرجوا من الدير هنا وبيخدموا في اباشيات تانية. على سبيل المثال قدسك تفتكر لنا مين اباء رهبانة اللي بقى سافه؟ الاباء الاسقفه اللي خرجوا من الدير المحرق. احنا عندنا اباء يعني في وقت معين كده كان في نهايه يعني من 1900 كان اغلب يعني رهبان الدير كان بيطلع منهم أسقفة كتير. ما نقدرش ننسى واحد زي الأنبا أنطونيوس، ده كان القائم مقام واللي قام برسامة البابا شنودة الثالث، ده كان مطران قرص سوهاج. عندنا طبعا في المتنيحين ما نقدرش ننسى أنبا غرغوريوس، ما نقدرش ننسى أنبا ماكسيموس أليوبية، ما نقدرش ننسى أنبا استفانوس عبارهم مدرمان. الدير كان بيخرج أباء علامات، وكل أبائنا الأسقفة سواء اللي انتقلوا أو دلوقتي كلهم كانوا علامات في ابروشياتهم. يعني انبا لوكاس العلامه في انفلوت، انبا غابيوس ديروت، انبا غابيوس درمواس، اعتقد انبا بؤطر كمان ربنا، انبا بؤطر الوادي الجديد ده اللي اتنيح في شهر فبراير اللي فات. عندنا الاباء الحاليين ربنا يديهم الصحه ويبارك في خدمتهم، انبا بيمن، وفي انبا غبريال اسقف بني سويف. انبا غبريال على فكره على حكايه الارتباط بالدير، انبا غبريال من اكثر الاباء اللي بتحرص ان هو كل فتره لازم يجي يقضي خلوه في الدير. يعني زي ما قلنا وكل الاباء احنا بنشوفهم وتبقى فرحه كبيره ويجي. يعني في مره حد من الولاد العمال بيقول لاب اسقف امشي معاك اوري لك الطريق، قال له يا ابني انا ابن الدير وعارف السكه، فهو كان اللي عامل مش عارف ان سيدنا عارف السكه. وفي اباء عندنا بعد كده انبا استفانوس، انبا تيموساوس زقزيق ومنيا القمح، وفي انبا كراس في المحله، واخر حد ربنا بعته لنا هديه من السماء وكان نافه انبا بجول بعد صلوات كثيره بعد نياحه انبا ساويرس، فصلينا كثير وكان يعني بركه العذراء في المكان وربنا بعت لنا نيافه الانبا بجول اسقفنا ورئيسنا. ده اخر اسقف بقى مرسوم من ولاد الدير. الدير غني وعامر، وان شاء الله زي وعد الله لينا وقت تدشين الكنيسه الاثريه ان الدير يفضل امن وعامر بالاباء الاسقفه او الاباء الرهبان اللي بينالوا رتبه الاسقفيه وبيطلعوا عشان يخدموا في الاباشيات. انا عايزه اقف مع قدسك عند الانبا ساويرس ودوره الكبير جدا في خدمه الاباء وتعمير الدير هنا. لو حابين نتكلم عنه قدسك تفتكر لنا ايه وتقول لنا ايه؟ يعني انبا ساويرس هو اللي استقبلنا كلنا وهو اللي رهبنا كلنا. فانبا ساويرس، انبا ساويرس من 1977 ل 2017 40 سنه كامله ريس، هو دخل الدير في 74 وترهبن وخد القمصيه،
طبعا الديتيلز دي التواريخ موجوده لكل طبعاً. شافها في ساعه 2 سيدنا. خبر الفتره اللي تعب فيها سيدنا، يعني نجيبها من النهايه، الفتره اللي تعب فيها سيدنا ودخل في غيبوبه، الموضوع انتشر قوي على السوشيال ميديا، وام بساويرس تعبان، ام بساويرس في العنايه، ومرينا بمراحل كتير قوي. سيدنا ما فيش حد اتعامل معاه ايا كان كبير او صغير الا وترك بصمه خاصه معاه، ايا كان مين هو، مسؤول، حد بسيط، حد عامل، لازم سيدنا ام بساويرس كان يترك بصمه. وكان بيعيش مقوله كونوا رجالا، هو كان راجل فعلا، وكان ليه شويه مبادئ. يعني اكتر مثل كنا نشوفه لسيدنا هو الكنيسه. سيدنا احنا عندنا في كيهك التسبيحه بتبقى الساعه 1، كان سيدنا الله ينعم نفسه تلاقيه الساعه 1 الا ربع في الكنيسه، تخلص تسبيحه عشيه الساعه 5:30، بنرجع نص الليل بتبتدي الساعه 7، فتلاقي سيدنا موجود من الساعه 7 على ما يخلص القداس والتسبيحه كيهك الطويله ليله الحد تبقى الساعه 7 الصبح. 12 ساعه كامله سيدنا واقف جوه الكنيسه بيصلي العواقف على الصلموديه، ما بيتحركش من المنجليه بتاعته، سيدنا رئيس الدير. يعني ممكن يقول طب لا، هو واقف اول واحد، ده هو بيقدم القدوه والنموذج لكل اولاده، هو بيحب كده عملي. يعني هو هيقدم القدوه لكن هو حابب الكنيسه، مستمتع بده. اسبوع الالام ده عندنا حكايه تانية خالص قوي. اسبوع الالام بيبتدي من سبت العازر، فاحنا كل ما بنمشي بناخده كله في الكنيسه بالبسخات، بيبقى عندنا بسخه في الفجر وبسخه كلنا كل هذه الفتره لحد الجمعه العظيمه ولحد ليله العيد. يعني بنسمي اسبوع الالام عندنا بيبتدي من سبت العازر لحد ليله عيد القيامه، هي كله على بعضه كده. ام بساويرس اول واحد موجود في الكنيسه، هو بيقول لنا امضوا بسلام، وهو كان محب قوي للكنيسه، وكنا نقول له سيدنا يقول انا ضامن، يعني انا بقالي كتير، كان يقول كده كلمه يقول ايه، انا بقالي كتير بصلي وكل مره بكتشف حاجه جديده في كل سنه بصلي فيها. فكان هو محب للكنيسه وعاشق للكنيسه والصلاه بطريقه رهيبه جدا، وده برده نشا من هو سيدنا لما كان في الفتره اللي خدم فيها في ملاوي، كان ابونا يوسف خليل اللي هو اب اعترافه كان بيشجعها قوي، وكان سيدنا اتعلم بقى اللغه القبطيه وادرك اللغه القبطيه قوي، وكان بيحبها قوي، وكان يعني نطق اللغه القبطيه اللي يسمع ام بساويرس في النطق بتاعه نطق صح. يعني في ناس ممكن تقرا القبط او تنطق القبط، لا هو استاذ في اللغه القبطيه، وكان استاذ واب في حاجات كتير قوي سيدنا. يعني ما العدنا طبعا الوقت مش هيسمح نتكلم، ده لسه عندنا اباء تانية. لا الوقت يعني سيدنا ابسط حاجه مثلا، سيدنا كان عمل الرحمه عنده. كان اي حد او اي حد غلبان يعني في عز ما هو في المستشفى اخر حاجه اصر ان هو عمل الرحمه حتى للموجودين ليه في اقرب مكان، كان استاذ في عمل الرحمه، ما كانش يرد سائل ليه يجيله يطلب منه حاجه في عمل الرحمه. احنا طبعا زي ما قلتك بتقول مش هيكفينا عنه وقت مجرد فقره، لكن تتعمل عنه حلقات وحلقات نتكلم عن أكيد عن حياته أكيد. وعن اباء اكتر، ان في اباء اكتر يتعاملوا مع السيدة، كل انسان اتلمس معاه اكيد اكتشف فيه حاجه وتعلم منه حاجه. من كلامي مع قدسك يمكن قبل الحلقه قدسك اتكلمت عن فتره في القرن 19 وال20 كان في تغييرات حصلت في الدير، لو قلت لك اتكلمنا عن الفتره دي ايه اللي حصل فيها؟ احنا كان عندنا اباء رؤساء للدير يحبوا الدير قوي. يعني كان عندنا ابونا اسمه عبد الملك الاسيوطي، هتلاقوا الايقونه بتاعته مرسومه جوه في حمل الايقونات، ده من شده حب الاباء ليه. هو طبعا كان كاتب مخطوطات ونسخها وكاتب لنا، وفي مخطوطات موجوده عندنا بخط ابونا عبد الملك الاسيوطي، كان محب للدير بطريقه فظيعه جدا. لما جيت نيح الاباء رسموا ايقونته هو وابونا جرجس الديري وحطوها في حامل الايقونات جوه في الكنيسه الاثريه، وكتبوا سيرته ووضعوها في السنكسار بتاع الدير. ده مثلا. هنخش بعد كده جه ابونا بولس الدلجاوي، جه اباء كتير قوي. ابونا بولس الدلجاوي اللي هو انبا ابرامس خفيوم كان برضو رئيس الدير. جه عندنا بقى ابونا صليب وهبه. ابونا صليب وهبه من الاباء يعني لدرجه اللي هم لقبوه الاباء في الوقت ده لقبوه بالمصلح الكبير، موجوده في الكتاب لقبوه بالمصلح الكبير. ابونا صليب وهبه كان محب قوي للدير، ابتدى يعني يعشق الدير بطريقه رهيبه، وكان ما يقلش اي مجهود عشان يقدمه للدير. جه راهب، في عندنا راهب اسمه ابونا بطرس الشامي، خلي بالنا بقى من القصه اللي جايه دي. ابونا بطرس الشامي ده اتعين وكيل لابونا صليب وهب. تمام. ابونا بطرس ما كانش ياخر عن حد اي حاجه، هو مع ابونا صليب الريس مع مع مع, مع. لدرجه ان في وقت ابونا صليب في 1888 جه البابا كرولوس الخامس جه زار الدير، فالاباء لقوا ان الدير محتاج
درجة أكبر ترعى الدير. فأبونا صليب قدم طلب للبابا كرولوس الخامس، قال له احنا محتاجين نرسم أبونا بطرس الشامي أسقف للدير. ازاي؟ ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكنيسة. فكان يعني بعد طلب ان انا اجيب الوكيل بتاعي واقول له ترسم رئيس عليا، دي حاجة ان هو شايف في ايه امكانيات. وفعلا اترسم في 1896 بعد الحاح البابا كرولوس، وبابا كرولوس وافق الخطوة دي، وترسم الانبا بخوميس الاول. بعد ما ترسم رجع، فابونا صليب موجود هيعامله ازاي؟ قال له لا، انت ابويا وانت رئيس الدير. وراح قعد في منفلوط يدير املاك الدير والحاجات من هناك، وابونا صليب من 1896 لحد 1905 هو موجود. رغم اعتلال صحته وتعبه كان الاباء يشيلوه على كرسي عشان خاطر يدخلوه الكنيسه. وفضل يكرم ابوه لحد 1905. لما اتنيح ابونا صليب في 1905 جه انبا بخوميس الاول، بقى كان صاحب وجهه نظر، يعني السور الحجري اللي احنا شايفينه المبني بيضم المنطقه الاثريه. سيدنا انبا بخوميوس بنى سكه حديد من هنا لحد الجبل، وجاب عربيات ببغال عشان تبقى قويه قوي في الشد وتحمل الحجاره وتجيبها لحد هنا. انبا بخوميوس كان مهتم بالتعمير، يعني كان محب للتعمير، وكان همه قوي قوي ان هو الفتره اللي جايه. يعني مثلا عمل ايه؟ جاب في اثر شهير في الوقت ده اسمه المستر سومرز كلارك، مهندس كاتدرائيه سانت بول بلندن. وجاب المسيو باتريك لو، كبير مهندسي لجنه الاثار العربيه، جابهم خططوا الدير، بنى الالالي الرهبان، بنى قصر الضيافه اللي فيه سيدنا اللي هو موجود لحد دلوقتي 1910. وحتى رغم ان الامكانيات كانت ضعيفه بدا، وفي اللي جم كملوا بعد كده من الاباء اللي بعد انبا بخوميس. انبا بخوميس اهتم بتثقيف الرهبان، عمل اول مدرسه لتعليم الرهبان كانت موجوده في كنيسه ماري جرجس هنا في الدور الثاني، وكان الاباء الرهبان يتعلموا فيها. اهتم حتى بالنواحي المرضيه، النواحي كان مشجع جدا جدا جدا، ده لدرجه حاجه بسيطه قوي، كان يجيب البطاريات الجافه عشان ينور بيها الكنيسه الاثريه وينور بيها القصر. في الوقت كانت الكهرباء فيه شبه مستحيله. من حبه للتعمير، في قريه خارود جنبنا هنا دي ملك الدير، هو اول من ذهب لاستصلاح الاراضي وضم الاراضي الصحراويه الاراضيه، هو كان انبا بخوميس الاول قبل اي اديره تانية تفكر في زراعه. الكلام ده في 1900 وشويه، في بدايه 1900. فانبا بخوميس كان من الاباء المحبين قوي، لدرجه ان بعد نياحتهم ابونا صليب وانبا بخوميس الاول هنلاقي شاهد القبر مكتوب ابونا قدموا الصليب وهبه، وجنبه من الناحيه الثانيه انبا بخوميس الاول، مكتوب كلمه في النص كده: هنا يرقد العظيمان. هنا يرقد العظيمان. من درجه حبهم للدير وتفانيهم. بعد كده جاء اباء مسكوا الدير زي ابونا تدرس اسعد. ابونا تدرس اسعد كمل اللي بناه انبا بخوميس من كل المباني، بنى البيت البحري، بنى الكليه، بنى المخبز، وكمل التعليم قوي. وبعد كده ابونا تدرس اسعد رجع راهب، يعني ساب الرئاسه، رجع عادي في مكانه. بعد كده اختاروه وكيل تاني للدير في 1957، وفضل من 1957 لحد ما اتنيح في 62 وهو وكيل الدير. يعني كان رئيس رجع الدير، وبعد كده رجع تاني وكيل. مفيش مشكله، طالما الدير عاوزني في حاجه انا مش هتاخر، انا هخدم في اي مكان. جاء ابونا دانيال داوود. ابونا دانيال داوود ده مؤلف كتاب اسمه كتاب العقود اللؤلؤية في شرح وعقائد وأفضلية المسيحية. الكتاب ده بيشهد على البلاغة وعلمه في اللاهوت، كان شكله إيه وعقائد الكنيسة، كان بيشرح. ده أبونا دانيال ده كان رئيس للدير، وبعد كده اترسم أسقف. بعد كده جه عندنا أنبا بخوميس الثاني، عشان نميز بينه وبين أنبا بخوميس الأول. أنبا بخوميس الثاني وهو أبونا تودروس، كان اسمه أبونا تودروس شحات، كان الآباء رؤساء الدير، كان هو بيساعدهم. كانوا بصوا بالظبط كده زي ما مكتوب في الكتاب: فكانوا ينتدبونه نيابه عنهم، ده ابونا تودروس شحات، لحضور المجمع المقدس، وذلك لضلاعته في العلوم الكنسيه واللاهوتيه، حيث كان يجيب على الاسئله الموجهه اليه في اعقد المسائل اللاهوتيه بسلاسه وقوه اقناع. ده كان ابونا تدروس لما محب للدير قوي. فجم الاباء، كان ساعتها انبا غابيوس هو المشرف على الدير، كان اسقف ديروت وقسقام، واترسم انبا بخوميس الثاني. انبا بخوميس الثاني كان يشجع الكتاب، كان زمان في ازمه في الطباعه ان هم ما بيلاقوش مثلا حد يشجعهم ويديهم فلوس عشان يقدروا ينشروا، كان اي حد يالف يسنده لحد ما يطلع كتاب. اهتم برزقه الدير، في رزقه الدير هنا قريه تبع الدير،
عمل فيها مدرستين، واهتم بمدرسة المنشية ومدرسة، واهتم وكان يجيب لهم المدرسين، وكانت المدارس دي أفضل مستوى تعليمي على مستوى أسيوط. لحد النهاردة احنا عندنا مساعدات الجمعيات الخيرية، كان خير أي جمعية كانت تطلب كشوف كده، كان عندنا موجودة في الدير جمعية كذا في شبرا، جمعية كذا في رود الفرج، جمعية مش عارف ايه، تطلب اي حد يطلب من انبا بخمس اي مساعدة كان يساند الجميع. يعني نقدر نقول ان دي كانت بداية مرحلة الخدمات الخاصة بالدير للمناطق اللي حواليه. لا موجودة من قبل كده، بس انبا بخمس يهتم بيها طول عمر الدير، بيخدم طول عمر الدير، بيفتح فتح بابه للكل طول عمر الدير، عمره ما تأخر عن حد. بس ظهرت اكتر او بقت ظاهرة بوضوح في عهد انبا بخمس التاني. يعني بعد قلتك ما يعني ما تقول لنا باقي الاباء اللي كان ليهم دور هنا، انا حابه برضو نوضح للساده المشاهدين اللي بيحصل في المناطق اللي حوالين الدير، يعني قد ايه الدير قوه مؤثره مش بس مكان للرهبان ولا للعمل داخل الدير. يعني احنا بس عشان طيب طالما انت فتحتي، احنا الدير بتاعنا احنا ده الدير الوحيد اللي معاه شعب، يعني سيدنا اسقف ورئيس دير المحرق ورزقه الدير وعزبه التومه، اي اب اسقف تاني رئيس دير بيبقى اسقف الدير بس. أنبا بخمس الأول بقى، نرجع لأنبا بخمس الأول، حب يساعد الآباء الرهبان في الشغل، فابتدى يجيب عمال. طب العمال دول هيعوزوا مكان يسكنوا فيه، فجوم قعدوا هنا وكونوا قرية اسمها قرية رزقة الدير. كان اتبنت كنيسة مرجرجس، ده أول كنيسة، وكان بيروح آباء رهبان يخدموها بالتناوب، لحد ما الكنيسة كبرت وبقي لها آباء كهنة. دلوقتي في 10 آباء كهنة، وفي شعب غفير ربنا يبارك فيه، كنيسة مرجرجس، كنيسة مرمرقس، كنيسة الملك ميخائيل، ده شعب كامل أنبا بيقول هو المسؤول عنه، كان أنبا ساويرس هو المسؤول عن رعاية هذا الشعب كاملة. فإحنا يعني الدير الوحيد اللي معاه شعب، يعني ما نقدرش، وحتى لما جم قالوا مش عارف ليه، لا كله طلب أن يفضل تحت رعاية سيدنا. فدي حاجة، هم مرتبطين بالدير، نفس القرية كلها بجدودهم هم كانوا مرتبطين بالدير إلى الآن. وكل المناطق اللي حوالينا لازم تيجي تعمد في دير المحرق. احنا عندنا المعمودية، دي قصة تانية، المعمودية احنا الدير الوحيد اللي عندنا المعمودية، لازم يوميا في اب يطلع الساعة 6 الصبح لحد الساعة 10 يفضل صايم منتظر يعمد. في بقى مواسم للعماد، يعني وقت الزحمة في وقت 21 بقونا في الطلعة الكبيرة، فممكن نعمد فيه احيانا توصل ل 200 معمد في اليوم. وتقابلي ممكن حد في اماكن كتير اقول لك انا متعمد في المحرق، ناس كتيرة تقول لك انا متعمد في المحرق. يعني الدير موقفش خدماته على الجانب الروحي بس، لكن جانب روحي وجانب اجتماعي وجانب تعليمي، يعني اثره ممتد الحقيقه. ده الوقت جري بسرعه، ما قلتش انا يعني مش عارفه الحقيقه. طب الناس اللي اتظلموا دول، كان نفسي جدا اكمل معاك، لكن لو قلت لقوتك رساله اخيره، قوتك النهارده حابب توجهها لكل مشاهدي قناه سي تي في من خلال الحلقه ومن خلال تواجدنا واحنا معاكم في الدير، تقول لهم ايه؟ طب اقول لهم المظهر مش هو الحقيقه، مش كل حاجة نشوفها بعينينا نصدق اللي داخلها. ممكن أنا كراهي بقى أشوف حاجة وبعد كده تطلع الحقيقة تانية، يطلع ده حد فعلا عيان، حد مريض، حد مش كما يبدو يعني. فدايما ما نبصش على المظهر، المظهر ما يخدعناش بأي حاجة في العالم. احنا كلنا بنجاهد، يعني مش معنى ان انا وصلت الدير خلصت جهاد، لا، كلنا لسه عاوزين نوصل السماء، وسيدنا برعايته والاباء بارشادهم، انا راهب صغير وهم سمحوا لي ان انا، يعني سيدنا سمح لي ان انا اطلع النهارده. فلا لسه محتاجين طويل قوي، وما نتخدعش بالمظهر، يا ريت يعني. وتشرفونا في اي وقت، شرفتونا ونورتونا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم لينا ولمحبتكم الكبيره في استقبالكم لينا، وانكم سمحتوا لنا من خلال محبتكم الرائعه اللي احنا شفناها ان يعني نوصل الدير لكل الساده المشاهدين، ولكل واحد الظروف ما سمحتش انه يجي ويزور الدير. كل سنه قدسك طيب. شكرا لكم مره ثانيه، شكرا لحضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. والحقيقه النهارده حاولت بقدر الامكان اني ما اخدش دور المحاور او المذيع، لكن اكون كمان الانسان اللي بيستمتع، اللي جايه بزور الدير زي حضراتكم، زي ما كنت بقول ان انا انقل لكم كل مكان وخليكم تستمتعوا بكل كلمه الاباء قالوها لنا النهارده وشرحوا من خلالها مدى جمال وقدسيه الدير المحرق. وزي ما انتوا سمعتوا وزي ما عشتوا وزي ما شفتوا، واللي بتمنى اللي ما جاتش ليه الفرصه ان يجي الدير انه يجي ويزوره. كل واحد تعبان، عنده طلبه، عنده احتياج، لازم كمان يكون عنده ثقه زي وعد الله اللي وعد بيه الدير هنا، انه هيكون عامر وانه هيكون امن، وانه كل واحد هيجي المكان ده بايمان هيلاقي راحته، هيلاقي استجابه لطلبته. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه ومصر كلها طيبه بعيد دخول العائله المقدسه لارض مصر، وهيفضل وعد الله ووعد الكتاب مبارك شعب مصر.
وده السر اللي مفيش اي حد في العالم في اي دولة عارف يفهمه لغاية النهاردة، ايه سر قوة وجمال المصريين ومصر. مرة تانية شكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء.